دعونا نبدأ بحل مسألة عن النسبة، ثم سيكون بإمكاننا أن نعالج مسائل أصعب. إذن لدي النسبة 13 على 6 يساوي 5، 5 على X. لا أفضل وجود هذه الX في المقام، لذا دعونا نضرب طرفي هذه المعادلة بX. إذا ضربت كلا الطرفين بX ماذا سيحدث؟ في الجانب الأيمن يتم حذف هذه الX مع تلك الX، ثم في الجانب الأيسر يصبح لدينا 13 على 6X يساوي، سوف نحصل على 5 هنا. ثم حتى نجد قيمة X علينا أن نضرب كلا الطرفين بمقلوب 13 على 6، أي 6 على 13. وبكل وضوح يتم حذف هؤلاء، لهذا السبب ضربته بمقلوبه ونحصل على X تساوي 5 ضرب 6 يساوي 30 على 13. الآن الطريقة التي نتبعها تسمى بالضرب التبادلي. تنظر إلى النسبة هكذا، البسط في هذا الجانب ضرب المقام في ذلك الجانب يساوي البسط في هذا الجانب ضرب المقام في ذلك الجانب. دعوني أكتب ذلك، ربما في بعض الأحيان ترى أشخاص ينتقلون مباشرة إلى، دعوني أعيد كتابة المسألة الحالية. إذن المسألة الأصلية هي 13 على 6 يساوي 5 على X. ربما أنك في بعض الأحيان ترى أشخاص يكتبونها هكذا، 13 ضرب X يساوي 5 ضرب 6، وربما أنه يبدو كسحر، كيف يمكنه أن ينجح؟ لماذا هو صحيح؟ وفي الحقيقة يتم فعله للوصول إلى هذه النقطة، هو أنهم يضربون طرفي المعادلة، يضربون طرفي المعادلة بكلا المقامين. دعوني أوضح ذلك، إذا ضربت طرفي هذه المعادلة ب6 وX ماذا سيحدث؟ إذا ضربت طرفي هذه المعادلة ب6X، ومن أين حصلت على 6 هنا؟ ومن أين حصلت على الX من كلا المقامين؟ ماذا سيحدث الآن؟ على هذا الجانب من المعادلة سيتم حذف الستة من هذا المقام، وعلى الجانب الأيمن من المعادلة الإكس سيتم حذفه من هذا المقام. إذن يتبقى لدينا 13 ضرب إكس يساوي 5 ضرب 6. لا يوجد شيء وهمي هنا، إننا نضرب بمقامات طرفي المعادلة، ويبدو أن هذا ضرب تبادلي. 13 X يساوي 5 ضرب 6، ثم من هنا بالطبع نقسم كلا الطرفين على 13 ونحصل على X تساوي 30 على 13. الآن بما أننا قمنا بحل تمرين الإحماء، دعونا نعالج بعض المسائل الفعلية. لدينا أعلى جبل في كندا وهو جبل يوكان، يبلغ 298 على 67 من حجم جبل بن نيفيس. دعونا نضع واي نسبة إلى يوكان يساوي 298 على 67 من حجم، دعونا نقول أن نسبة إلى نيفيس. هذا ما يخبرنا به ما هو مكتوب باللون الأخضر. أعلى قمة في اسكتلندا هو جبل إلبرت في كولورادو، وهو أعلى قمة من جبال الروكي جبل إلبرت. إذن لدينا هذه المعلومة الأخرى هنا، جبل إلبرت يبلغ 220 على 67. إذن دعونا نضع إي نسبة إلى إلبرت، إي تساوي 220 على 67 ضرب نيفيس، ضرب بن نيفيس هنا. وأعطينا المزيد من المعلومات وهو 44 على 48 من حجم جبل بلانك. إذن إلبرت يساوي 44 على 48 من حجم جبل بلانك. دعونا نكتب بي نسبة إلى جبل بلانك. أعطينا أيضا أن جبل بلانك ارتفاعه 4800 متر، بي تساوي 4800 متر، والمطلوب منا هو كم ارتفاع جبل يوكان. إذن علينا أن نجد واي، لذا دعونا نعمل بشكل عكسي ونجد جميع المتغيرات الموجودة.
دعونا نبدأ بهذه المعلومة. بي تساوي 4800، اي تساوي 44 ضرب على 48 ضرب بي. إذن ألبرت يساوي 44 على 48 ضرب جبل بلانك، وهو 4800 متر. الآن إذا قسمنا ذلك على 48، 4800 على 48 يساوي 100. إذن ارتفاع ألبرت يساوي 44 ضرب 100 متر، أي يساوي 4400 متر. هذا كاف. الآن يمكننا أن نستخدم هذه المعلومة ونعوضها هنا، نحصل على ألبرت والذي ارتفاعه هو 4400 متر يساوي 220 على 67 ضرب بين نيفيس. إن اختصار لنيفيس، ولكي نجد ارتفاع نيفيس نضرب كلا الطرفين بمقلوب هذا المعامل. إذا نضرب كلا الطرفين ب 67 على 220، وهنا ضرب 67 على 220. 67 تحذف مع 67، 220 تحذف مع 220، ومن ثم نحصل على، دعونا نرى، إذا أخذت 4400 تقسيم 220 هذا يساوي 20. 4400 تقسيم 220 يساوي 20. لقد حصلنا على ارتفاع نيفيس ويساوي، سأبدل الأطراف، إذا ارتفاع بين نيفيس يساوي 67 ضرب 20 متر. والآن كم يساوي هذا؟ 1340 متر. هل هذا صحيح؟ حسنا، دعونا نتركه هكذا في الواقع، 67 ضرب 20 هكذا، ونعوضه هنا. إذن you can سوف أنزل إلى هنا لأن لدي مساحة أكبر. you can يساوي 298 على 67 ضرب ارتفاع نيفيس. نيفيس يساوي 67 ضرب 20، إذن 67 ضرب 20. حسنا، يمكنني أن أقسم 67 على 67 وأحصل على ارتفاع you can يساوي 298 ضرب 20. إذن you can يساوي 298 ضرب 20. وكم يساوي هذا؟ هذا يساوي، دعونا نرى، 298 ضرب 2 يساوي 396. أو آسفة، إنه يساوي 596، لأن هذا 300 تقريبا 300، إذن هذا سيكون أقرب إلى 600. ومن ثم لدي صفر هنا، إذن يساوي 5960 متر، وانتهينا. دعونا نحل مسألة أخرى. هذا جيد. في مدرستنا ثانوية كبيرة قدر أنه اثنان من بين كل ثلاث طلاب يمتلكون هاتفا نقالا، وواحد من خمسة من بين جميع الطلاب يمتلكون هاتفا نقالا. سنة إنتاجه تتراوح بين عام واحد أو أقل. دعونا نفكر في ذلك. دعونا نفترض أن X تساوي العدد الإجمالي للطلاب، Total number of students. X تساوي العدد الإجمالي للطلاب. هذا الخط الأول، اثنان من ثلاث طلاب يمتلكون هاتفا نقالا، فيمكننا أن نقول أن اثنان على ثلاث إكس يمتلكون هاتفا نقالا، have a cell phone، يمتلكون هاتفا نقالا. هذا ما تخبرنا به الجملة المكتوبة بالأخضر. ثم الجملة المكتوبة باللون البنفسجي تخبرنا أن واحد على خمسة من الطلاب يمتلكون هاتفا نقالا. إذا واحد على خمسة إكس يمتلكون هاتفا نقالا، سنة إنتاجه تتراوح بين سنة أو أقل. إذا المطلوب أن نعرف عدد الطلاب الذين يمتلكون
هاتف النقال إنه خارج هذا، ذلك هو المقام، دعوني أكتب ذلك، ذلك هو المقام. أنا نجد الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا، هذا هنا المطلوب أن نعرف ما هي نسبة الذين يمتلكون هاتفا نقالا سنة إنتاجه أكثر من عام. إذا كم عدد الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقال سنة إنتاجه أكثر من عام؟ حسنا، يمكننا أن نأخذ 2/3 إكس من بين جميع الطلاب يمتلكون هاتفا، ويمكننا أن نطرح جميع الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقال جديد، أي الهاتف النقال ذي سنة إنتاجه أقل من سنة، تذكروا ذلك. إذا نريد أن نطرح جميع الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا حديث، أي ناقص 1/5 إكس، وبالتالي يصبح لدينا هنا هذه عبارة عن عدد الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا أكبر من 1/5 عام. لكن سنة إنتاجه أكثر من 1/5 عام، وهذا لجميع من يمتلكون هاتفا نقالا. نطرح الجدد، إذن هذا جميع الطلاب الذين يمتلكون هاتف النقال سنة إنتاجه كانت قبل أكثر من عام، ولكي نجد هذا نطرح الكسور. إذن هذا يساوي، دعونا نرى، 2/3 يعادل 10/15، هذا ناقص 3/15 ضرب إكس، ما يساوي 10 - 3 يساوي 7/15 إكس. إنها النسبة الكلية للطلاب، أي هذه المكتوبة باللون البرتقالي، ما هي نسبة الذين يمتلكون هاتفا سنة إنتاجه كانت أكثر من عام؟ إنها 7/15 إكس، هذا هو العدد الفعلي. إذا أردت أن تعرف عدد الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا، عدد الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقال هنا 2/3 إكس، ما هي نسبة الذين يمتلكون هاتف سنة إنتاجه كانت قبل أكثر من عام واحد؟ هذا هو العدد الطلاب الذين يمتلكون هاتف النقال سنة إنتاجه كانت قبل أكثر من عام واحد، وهذه القيمة الكلية هي نسبة الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا. من حسن حظنا أن الإكس تحذف، ويتبقى لدينا هذا 7/15 ضرب 2/ نقسم على 2/3 ونضرب ب3/2، وكم يساوي هذا؟ نقسم على ثلاث ويتبقى لدينا 7/10. إذا من بين الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا هنا 7/10 من الطلاب الذين يمتلكون هاتفا نقالا يمتلكون هاتف نقال كانت سنة إنتاجه قبل أكثر من عام واحد، وانتهينا.